السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نعمل على إظهار الجذور لكي نبدأ بالزرع، تحفيزها، ونعمل على إزالة الجذور الزائدة لكي يتم تحفيز هذا الحيوان. هنا هو مهم جدا، هو أساس الفورمي كومبوست، هو يحول التراب إلى سماد عضوي فائق الجودة. وهنا وضعنا السماد المتخمر من 6 أشهر، وضعنا عليه قليلا من التراب لنضع الشتلة. الآن نضع الشتلة هنا، أحسن، الآن نبدأ بردمها وسنتابع إن شاء الله الفيديوهات لاحقا.